فقط 60 أو 65 مقال من 650 مقال كتبتهم لحد اليوم 10% وحطيتهم بهالكتاب مع أجوبة الناس يلي كتبوني بكل هالوقت ويلي للحقيقة خلقوا معي عائلة عالمية، لأنه في ناس من كندا عم بيكتبوا لي، في ناس من فرنسا، في ناس ما في تواصل مع العالم كله. مزبوط. فمن هالمنطلق جرت أعطي هالتجربة هيدي برهن للناس أنه صرت أنا دخلت بالقرن 21 من بابه العريض، يعني من باب الإنترنت. ما بقى في عندي كتابة خطية، ما بقى في عندي كتابة دكتيلوغرافية، في عندي كتابة إنترنتية. من هالمنطلق دخلت يعني العصر الجديد. نعم. وبعتقد انه كليتنا بوقت من الاوقات بدنا نوصل لهون، وما بعرف اذا شي نهار بدنا نوصل الى الكتاب الالكتروني اللي انا ما بحبزه لانه بحب امسك الورق بين ايدي، ولكن الشباب ما تعودوا يمسكوا هالكتاب بايدهم. نعم. تعلموا هلا انه يفوتوا على الفيسبوك، يفوتوا على الانترنت. صح. يقروا مقالات، يقروا كتب كمان. بس نحن باجيالنا ولا ممكن ما انه ناخذ لذه الورقه بين الايد وقت اللي عم نقرا الكتاب. ما في شك. نحن بس منقطع الحديث لبريك اعلاني وبنرجع. إيه، مع حديثنا. بدكم تعملوا مصاري اكيد. بنبقى مع بريك اعلاني. مشاهدينا الكرام، منكمل فقرة كتاب مع مسيو جان كلود بولوس. 8 كتب فيها تفاصيل، فيها أكيد كتير من أكيد الدوكيومنتاسيون اللي خليتها يمكن كل هالسنين معك. قديش استغرقت 8 كتب تتخلصهم، ومين ساعدك بين الوقت يلي فكرت انه بدي طلع هالمجموعة؟ فكرت فيها شيء 4 سنين، وبلشت ارجع لم ورائي وشوف شو بينحط شو ما بينحط، شوف اذا كل السكتشات تبعون تياد دو ديزور موجودين، كل يلي كاتبون موجودين. قمت منهم عدة اشياء، يعني في الكتاب يلي فيه الشعر تبعي اللي هو اسمه اكوا سريم، وين الافية سموها بالعربي. هيدا الكتاب مثلا كان بيقدر يطلع دوبل لانه كاتب اكثر من هيدول. نعم. في من 1948. صح. وقت ما كان عمري 14 سنه بكتب وبخبي. نعم. بخبي. بقى هالكتابات كليتها هيدي خليتها معي، وبرضو بما انه بلشت العمل مع السومريه واخذ لي كثير وقتي خليتها على جنب ابو شي سنتين، واخذت القرار النهائي باوائل السنة الماضية، يعني بأوائل سنة 2008، قلت بعقلي لا، لازم هلا نبلش نخوض المرحلة الجدية حتى نطلع الكتاب. يلي ساعدني أكثر شيء بصراحة هو شاب عم يشتغل كان معي بشركة الإعلانات يلي اسمه كلارك خديج. نعم. اللي هو بروفيسور دونيفرسيتي بالوقت الحاضر. هو ساعدني لأنه ساعدني بالكتب الأول. نعم. بيعرف كيف انا بشتغل، بيعرف كيف التنظيم تبعي تنظيمي والى اخره، وهو بلش يطبعهم مع اكيب اخذها، لانه كان لازم انا اشوف برب عيني يعني انه كيف عم بيطلع هالكتاب. نعم. وبلشنا نقيم نشيل، لا هيدي ما بتسوى، هيدي بتسوى، هيدي ما بتسوى، وفيما بعد بلشنا التصليح. نعم. التصليح ساعدتني فيه مدام إليان ابو مراد. نعم. اللي هي بتشتغل كوريكتريس بالأوريان لوجو. نعم. وهي ساعدت انه ما يكون صراحة ما في غلطة، ما في اكسنت ايجو، ما في فيرجول ناقصة. نعم. بهالكتاب كتب كليتهم. ولا باخر المطاف الشباب يلي بالمطبعة. نعم. اللي هي وورد بوك ببلشينج. نعم. اللي هن اخذوا عملوا كل شيء وعملوا المكات ونصلح المكات وتروح وترجع وتروح وترجع. هالمرحلة هيدي الأخيرة أخذت معنا شيء 6 شهور تقريبا. نعم. حتى من شهر ونص عطيت الجو أهيد إنه بتقدروا تمشوا، بتقدروا تبلشوا تطبعوا، لأنه تصلح كل شيء، جبنا الصور يلي بدنا نجيبون، حطينا أخذنا كل ما
المقدمات اللي كانت انكتبت كنا حصلنا عليها. بدي احكي لك عن المقدمات مسيو بولس، انه لكل جزء في مقدمه من سياسي او من رجل اعلامي او من شاعر كاتب حسب موضوع اللي عم تتناوله بالكتاب. مزبوط. كيف تم اختيار هالاشخاص؟ خلينا ناخذهم بالتسلسل. اول كتاب هو كتاب التياتر دو ديزير. من البديهي كان انه اطلب المقدمه من عبد الله نبوط ديدول. يلي كان هو بالتياتر دو ديزير، ومن قلائل يلي يمكن الوحيد يلي بعده ببيروت بلبنان، وكل هيدوليك كتير ماتوا مثل جاستون شيخاني مثل بيير جيديون الله يرحمهم. فهو بعده عنده هالنار الحلوة وهالقلب الحلو، وذكرياته كمان رجعت تذكرت معه بعض الأشياء اللي كان هو عاملها وأنا عاملها. كان من البديهي أنه يكون هو. تاني كتاب اسمه الكاكتوس. كاكتوس اذا كاكتوس جريدة. فاليوم مين هو صاحب اكبر جريدة والوحيدة بلبنان باللغة الفرنسية؟ هو الوزير ميشيل قدي. فطلبت منه انه يعمل التقديمة. بعدين وصلت على نهار عرب عربي انترناشنال يلي كان لجبران تويني الشهيد. فطلبت من بيو غسان، وغسان كتب لي شغلة للحقيقة من أحلى الكتابات يلي كتبون، شيء كتير حلو. من ماجازين اشتغلت مع مدمازيل منى بشارة من أول ما بلشت اشتغل معها، وهي ريدكتريس أون شيف وديركتريس بالماجازين. هي عملت لي المقدمة. بتوصلي على شو اسمه الكاريكاتير. مين اليوم بذهني الكاريكاتوريست يلي في اثنين ثلاثة بس؟ نعم. يلي الفرنكوفوني أكثر شيء هو ستافرو جبرا. نعم. طلبت منه. نعم. وصلنا بعدين على أكواسريم، يعني كل المجالات يلي كتب فيهم شعر. الشعر. نعم. كمان كانوا من البديهي أنه أطلب من صديقنا ألكسندر نجار. نعم. يلي هو بيكتب باللغة الفرنسية. صح. من الرائدين. من الرواد. من الرواد. وكتب لي المقدمة. في بعدين كميل منسى يلي هو صديقي من أول تكة يلي بلشنا التلفزيون فيها، وقتها دخل على التلفزيون شي شهر شهرين بعد ما أنا دخلت عليها. نعم. وحياتنا معه لحد